أيها الأحبة في الله، لم يثبت رؤية هلال رمضان في هذه الليلة لا محليا ولا عالميا، وعليه نكمل غدا إن شاء الله تعالى شهر شعبان 30، ويوم الخميس سيكون أول يوم من أيام رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. أولى ليال بشي رمضان وعاول في لي مصوغ نانين أركتدار لا ودن كان شوغنو ولا ملك العالم ككم إذا لقم الشيغين سيدا استرادت بريوح عندما يسترين إن شاء الله تعالى صدنك بش الشعبان خميستنا ومالك يقوه رمضان إن شاء الله تعالى حيالي بريوح دان صدنك عندما يسترو همين دم بي يكدن بي رمضان باقيلي دون إن شاء الله تعالى إلهي نبدا ينبو قرسيو وهو هاي بين دم بي يتراويح دي إن شاء الله تعالى كوكي سواهيلي ويزو رمضان أيكو نكانا بوبوتي ويبيو كيشو تتكامليشا إن شاء الله تعالى شهر شعبان 30 نا الهميسي itakuwa siku ya kwanza ya Ramadhan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.